بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 22 كيمياء ثاني ثانوي مقررات بعنوان الألكانات. الألكانات هي مركبات هيدروكربوني مشبعة تحتوي على روابط أحادية بين ذرات الكربون، زي ما أخذنا تعريفها. هذه النقطة الأولى، هي النقطة الثانية. الصيغة البنائية كي تبين كيفية ترابط الذرات معا، بين في روابط. الصيغة الجزيئية هي العدد الفعلي للذرات الموجودة في الجزيء، كم ذرة كربون، كم ذرة هيدروجين. نبدأ بالألكانات المطلوب أنا حفظها. أول 10 ألكانات مطلوب مني حفظها هي، نبدأ بأبسطها CH4، ذرة كربون واحدة، يكون عندنا 4 ذرات هيدروجين حسب القاعدة، 2 ضرب 1 زائد 2. الواحد هنا ذرة كربون واحدة اسمها إيه؟ ميث في الألك، اسمها ميث. الألكان قلنا مقطعين ألك وآن، إذا نضع هنا ألف ونون يصير أنا عندي اسم هذا المركب ميثان، وتكون الصيغة البنائية له الكربون محاط بأربع روابط أحادية مع الهيدروجين، هيدروجين هيدروجين، الرابطة هيدروجين هيدروجين. هذه تسمى الصيغة البنائية. أما الصيغة البنائية نشيل الروابط ونقول أنا عندي ذرة الكربون حولها 4 ذرات هيدروجين بهذا الشكل. نيجي للمركب الثاني C2، ذرتين كربون، الذرتين في الألك، شوف الذرتين في الألك اسمها إيث، نحط لها المقطع ألف ونون يصير أنا عندي إيثان. طب كيف أنا أرسم الصيغة البنائية للإيثان؟ نروح لنا ذرتين كربون، نجيب ذرتين الكربون نحطهم في سلسلة كربون كربون بهذا الشكل في البداية، بعدين أكمل على 4 روابط على ذرة الكربون الأولى والثانية، هي 1 هي 2 3 4، 1 2 3 4، وبعدين كله ايه بكون عندي هيدروجين هيدروجين، كله ذرات الهيدروجين الست حول ذرات الكربون. الان عايز اكتب البنائيه المختصره. نبدا من جهه اليسار على ذره الكربون الاولى في 3 ذرات هيدروجين، على ذره الكربون الثاني في 3 ذرات هيدروجين، بصير انا عندي CH3 CH3. ناتي للمركب الثالث، المركب الثالث فيه 3 ذرات كربون، الثلاث ذرات كربون معناها بالألك بروب، ونضع لها ألف ونون لأنه أنا عندنا المركب من الألكانات نحط لها ألف ونون يصير بروبان. طب كيف أرسم الصيغة البنائية؟ نرسم سلسلة ذرات الكربون كربون كربون كربون، وكل ذرة كربون على الطرف فيه 3 روابط يصير هنا 4 روابط، واللي الطرف هنا 3 روابط يصير عليها 4 روابط، اللي في الوسط فيه عندنا رابطين نحط ايه رابطين هيدروجين، بصير انا عندي سي سي سي، هاي السلسلة حواليها 8 ذرات هيدروجين. اكتب الصيغة البنائية المختصرة، الاولى سي اتش 3 اللي في الوسط عليه 2 هيدروجين، الطرف عليه 3 ذرات هيدروجين. ناخذ المركب الاخير بعدين انتم بتعملوا اللي في النهايه. في انا عندي 4 ذرات كربون، ال4 ذرات كربون هي بيوت بالالك، بنحط لها الف ونون بصير انا عندي بيوتان، بصير انا عندي 4 ذرات كربون بهذا الشكل، اسمه هذا المركب بيوتان بيوتان. أنا أرسم الصيغة البنائية له، أرسم سلسلة من ذرات الكربون 4 ذرات كربون بهذا الشكل، كلنا اللي على الطرف عليه 3 روابط هيدروجين، والطرف هذا عليه 3 روابط مع الهيدروجين، أما في الوسط بكون رابطين حتى يكمل 4 روابط. لما نرسم الصيغة البنائية المختصرة، الطرف هذا عليه 3 ذرات هيدروجين من جهة اليسار، اللي في الوسط أنا عندي ذرتين هيدروجين ذرتين هيدروجين، بعدين اللي في الطرف CH3، والباقي يكون بهذا الشكل. حيكون لك كواجب لك 5 ذرات كربون بنت، 5 معناها بنت نحط له ألف ونون بنتان، 6 ذرات هكسان، 7 ذرات هب بعدين هبتان، 8 ذرات 8 يعني أكت معناها نحط لها أكتان، 9 ذرات معناها نون نحط لها ألف ونون اللي هو إيه مقطع الكان، هنا 10 بصير معناها ديك ونحط لها ألف ونون. بترسم الصيغة البنائية هنا وبترسم الصيغة البنائية المختصرة بهذا الشكل.
بنيجي لخواص الألكانات. خواص الألكانات هي غير قطبية، لأنه ما في فرق في الكهروسالبية بين ذراتها، لأنه كله كربون 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 وهيدروجين، ما في فرق في الكهروسالبية. لا تذوب في الماء لأنها غير قطبية. لا، درجات الانصهار والغليان منخفضة برضو لأنها غير قطبية، بكون التجاذب بين الجزيئات ضعيف، لذلك درجة انصهارها وغليانها هي منخفضة. أما بالنسبة للاستعمالات فمعظمه يستخدم في إنتاج الطاقة، مثل مين مثلا؟ مثل غاز البيوت، البيوت اللي هو بيوتان، مثلا عندنا الأكتان البنزين، الهبتان بيخلطوه مع البنزين السيارات، كلهم معظمها تستهلك في إنتاج الطاقة. بكون بهذا الشكل انتهينا من هذا الدرس اللي هو درس الألكانات، وإلى اللقاء في درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.